ولا فينو ولا قيصر، الاهلي هو القيصر. الاهلي بيكسر ارقام كتير جدا في النهائي دوت وبياخد العشره، وموسيماني بيخش التاريخ سواء التاريخ في افريقيا او التاريخ بتاع الاهلي، وكلام كتير قوي على الفاينل النهارده في العشره بتاعت الاهلي، وكلام تكتيكي كتير جدا. فقبل ما اخش في الحلقه انا وصلت لك، انزل اعمل لايك اول ما تشوفني، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس يجي لك كل جديد. ومعاك مصطفى، دي حلقه جديده من اول التحليل، ويلا بينا نخش نتكلم عن عظمه موسيماني والاهلي. حطني رقم واحد في القصير. قبل بس نتكلم في المباراه، وقبل ما نتكلم في تكتيك المباراه، تعالى اقول لك شويه احصائيات عن موسيماني وعلى الاهلي هتعجبك جدا في المباراه. الاهلي مفيش مره في التاريخ خد البطوله وصعد بعدها بسنه للفاينل وما خدهاش. في 2005 خد البطوله وصعد، في 2006 خد البطوله برده، في 2012 خد البطوله وصعد، 2013 خد البطوله برده، وفي 2020 خد البطوله وصعد، 2021 خد البطوله برده. المره الوحيده اللي وصل فيها نهائيين ورا بعض ما خدش بطوله في ولا مره فيهم هي سنه 2017 2018، وفي المرتين ولا خد في المره الاولى ولا خدها في المره الثانيه. النهارده الاهلي بياخد البطوله لتاني مره على التوالي، لتالت مره في تاريخه. دي تالت مره في تاريخ الاهلي ياخد البطوله مرتين على التوالي، ودي البطوله الثالثه لموسيماني في افريقيا، مره مع صن داونز ومرتين مع الاهلي. وكمان موسيماني بيخش تاريخ النادي الاهلي بعد انه يكون تاني اكتر مدرب ياخد دوري ابطال افريقيا بعد جوزيه خد دوري ابطال افريقيا اربع مرات، وموسيماني خدها مرتين لحد دلوقتي. يا عالم السنوات الجايه موسيماني ممكن يعمل ايه؟ تعالى بقى نخش بحيثيات المباراه واكلمك شويه على تكتيك الشوط الاول والاهلي لعب ازاي. الاهلي بدا بالتشكيل اللي كان متوقع طول المباراه قبلها بيومين، بيوم او بيومين، كنا متوقع ان الثنائي بتاع نص الملعب هيبقى بالاقرب هو حمدي فتحي والسوليه، عشان الاثنين مميزين بفك التكتلات الدفاعيه سواء بشوط من بره جات الجزاء سروف ضرب مدافعين وهكذا. ولكن انا شفت طول الشوط الاول وطول الشوط الاول قبل الطرد بتاع كايزر تشيفز ان الاهلي مش عارف يختار كايزر تشيفز. مش عارف يختار كايزر تشيفز ليه؟ لان كايزر تشيفز ابتدى يلعب 5-4-1، لعب 5-4-1 وقافل جدا 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 العمق. وبما ان الاهلي مقفول عليه العمق فالاهلي مش هيعرف يعمل اي حاجه، لان العمق بالنسبه للاهلي وبالنسبه لموسيماني هو الاهم في المنظومه بتاعه النادي الاهلي. ليه؟ لان العمق بيتحرك فيه قفشه، بيتحرك فيه بين الخطوط حسين الشحات، وبيتحرك فيه بين الخطوط طاهر محمد طاهر. فانك تقفل العمق على الاهلي فانت كده حجبت الاهلي تماما وخليته يطلع على الاطراف. وبما ان الاهلي طلع على الاطراف فالاهلي هيعطل. ليه الاهلي هيعطل؟ لان الاطراف بتاعه الاهلي مش مميزه. الاطراف بتاعه الاهلي هي الحاجه الوحيده اللي بيعملها هي العرضيات، وما كانش بتلعب بشكل مميز. فكانش الاهلي ليه حلول طول الشوط الاول انه يخترق دفاعات كايزر تشيفز او يوصل لمرمى كايزر تشيفز. كنا تقريبا طول الشوط الاول مفيش كره خطيره اللي هو انت اوه الكره جت في العارضه واوه الحارس شال الكره دي ازاي او كده، لا كل الكرات حيثيات من بعيد عن المرمى. مره شوت طاهر والمدافع يطلعها، مره شريف يخش وعايز يجيب ضربه جزاء، وهكذا طول الشوط الاول. كايزر تشيفز اللي كنت متوقعه انه هيعمل نوعا ما تحولات هجوميه من الدفاع للهجوم بشكل اشرس، بشكل اكبر، بشكل اوسع، بشكل يخض النادي الاهلي. لكن اللي انا شفته ان كايزر تشيفز التكتل اللي كان عامل الشوط الاول لانه بيلعب ب 11 لاعب كان مميز جدا، ولكن التحولات الهجوميه ما كانتش مميزه، ولا الضغط العالي ولا اي حاجه. الاهلي كان ماسك زمام المباراه من اول المباراه لحد نهايه المباراه. والفرق الوحيد ما بين الشوط الاول والشوط الثاني ان الشوط الاول ان النادي الاهلي ما كانش عارف يختار كايزر تشيفز. كايزر تشيفز كان منظم كويس جدا طول الشوط الاول. لكن الشوط الثاني، دخلنا الشوط الثاني بقى، والطرد اللي حصل لكايزر تشيفز في الشوط الاول هو مناسبه طرد صحيح 100%. اللاعب دخل تدخل عنيف جدا على انكر الرجل بتاع اكرم ضفيف، فطرد مستحق 100%. والشوط الثاني دخل كانت فرصه ذهبيه للاهلي، فرصه ذهبيه ان هو يلعب ضد فريق في الفاينل والعشره بتقرب منه بفريق ناقص لاعب. فريق ناقص لاعب دون دخل الشوط الثاني بالمدرب العبقري غريب جدا اللي معاهم دون، بدل ما يسحب مثلا حد من المهاجمين وينزل مدافع كمان او نص ملعب كمان ويقفل جدا ويتكتل جدا ويحاول يسحب الاهلي لوقت اضافي او ضربات جزاء، لا المدرب عمل حاجه غريبه جدا وراح منزل لك خان بلياد في الناحيه الهجوميه، وبالتالي انت فتحت الملعب للاهلي. لان الاهلي الشوط الثاني ابتدى يلاقي مساحات بين الخطوط، ابتدى يلاقي مساحات في العمق، ابتدى يشغل اطرافه بانهم يخشوا للعمق، ابتدى يشغل الظهرين بتوعه سواء معلول او اكرم توفيق، وابتدى ان الاهلي يبقى ليه شكل الشوط الثاني بسبب ان كايزر تشيفز الناحيه الثانيه فتحت له الملعب على مصراعيه، اللي هو انا بنزل لك مهاجم، انا بضغطك، انا مش خايف منك، انا مطرد من اللاعب وبرده مش هتكتل. فانت مش هتتكتل قدام الاهلي وهتفتح خطوطك وهتلعب بصدرك، قابل يا معلم على طول، قابل يا معلم.
بكوره اكرم توفيق بيخش العمق الملعب بسلوب مميز جدا 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 من اكرم توفيق. اكرم توفيق من اللاعبين المجتهدين جدا، من اللاعبين اللي شرفونا في اولمبياد طوكيو، من اللاعبين اللي بقى لهم فتره كبيره مع النادي الاهلي، هو من افضل لاعبي النادي الاهلي لو ما كانش الافضل فيهم، اللي ثابت في مستواه، هو الاكتر لاعب ثابت في مستواه مع الاهلي بقى له فتره. اكرم توفيق بيكلل مجهوده وبيدي الكوره لمحمد شريف. محمد شريف التكنيك بتاع محمد شريف، مره يجيب كره بدماغه، مره يجيب شوطه، مره يلف يحطها بشماله، مره يجيب من فوق الحارس. محمد شريف مهاجم بقالنا كتير قوي ما شفناش في الكره المصريه. محمد شريف التكنيك بتاعه، التسديدات، رجليه كويسه سواء يمين او شمال، الكرات الراسيه، محمد شريف من المهاجمين اللي بقوا كويسين جدا في الدوري المصري. المهاجم الافضل في الدوري المصري حاليا هو محمد شريف. بيعمل كل حاجه في الكوره محمد شريف، بيكلل مجهوداته برده في افريقيا وبيخش يجيب الجول الاول الاهلي، وبعد الجول الاول الاهلي خلاص كايزر تشيفز فك الفريق بتاع كايزر تشيفز، فك مكانه خلاص، ابتدى الفريق يهاجم. طب انا هاجم، طب انا دافع، طب انا هقفل خطوطي، طب انا هاجم عشان اعوض الجون ولا اعمل ايه؟ وبما ان بعد الكوره اللي حصلت او الفتحه الصدر بتاع كايزر تشيفز على طول الاهلي عجبه بالجون الثاني عن طريق قفشه، وبرده محمد شريف بيدي اسيست، قفشه بيخش يحط الجون الثاني، وبرده بعديها المساحات فتحت اكتر، الجناحات فتحت اكتر، الفريق بيلعب دفاع متقدم، بيخش بيجيب الجون الثالث الاهلي وبنسبه 100% خلاص المباراه خلصت والفريق حسم كل حاجه والاهلي حسم كل حاجه. وكمان موسيماني نزل يانج اللي هو قفل لك ضبه ومفتاح مش خليك حتى تعمل هجمات وقفل لك العمق تماما. وموسيماني عند برده في حته كده لازم اتكلم عليها، ناس كتير بتقول لك ده محظوظ، ده دجال، ده ايه ده ايه ده ايه. موسيماني من القصص الغريبه، موسيماني مع سان داونز في 2016 لما خد بطوله من الزمالك كان اصلا خرج من البطوله ضد فيتا كلوب ونزل الكونفدراليه، خسر في الكونفدراليه وخرج من الكونفدراليه، ما كانش يلعب اي بطوله افريقيه، ولكن فيتا كلوب غلط ونزل لاعب مش موجود في القايمه ومش متايد فاصطنع من البطوله وجابوا سان داونز اللي كان بيلعب قصاده حطوه في البطوله، وقدر موسيماني ياخد البطوله ساعتها. جه النادي الاهلي في 2020 داخل اول نهائي ليه مع النادي الاهلي، نهائي قاري، الاهلي بقى له 7 سنين ما خدش بطوله، الزمالك بيفقد اوباما صانع الالعاب بتاعه، الونش المدافع بتاعه، عبد الله جمعه الباك شمال بتاعه، والاهلي بيكسب البطوله. والنهارده بشكل غريب جدا في اول 45 دقيقه الاهلي متحجم، الاهلي مش عارف يوصل لمرمى الخصم، الخصم كعب الاهلي جدا، طرد من لا شيء في نهايه الشوط بيفتح المجال للنادي الاهلي وبيديله فرصه ذهبيه وبيدي الموسيماني ان هو يخش التاريخ. موسيماني خد البطوله 3 مرات، مره مع سان داونز ومرتين مع الاهلي زي ما قلت لك في المقدمه، ودي خدها المره الثانيه على التوالي مع الاهلي، ويعالي ممكن ياخد الثالثه ممكن ياخد الرابعه لو مستويات فرق افريقيا فضلت بنفس الشكل. الاهلي عمل كل حاجه في الكوره في البطوله دي، خرج سان داونز، خرج الترجي، ابدع في دور المجموعات، ابدع في النهائي، عمل كل حاجه. بس السؤال اللي محيرني في كايزر تشيفز ده صعب ازاي النهائي؟ يعني المغاربه قالوا لي في الكومنتس الوداد ازاي ما قدرش يتفوق على كايزر تشيفز ده ويصعد النهائي؟ ازاي فريق مهلهل، فريق فعلا مهلهل، تضغط عليه تفتح خطوطه وتعرف تسجل فيه، ولكن الوداد شاط عليه كور كتير وعمل كل حاجه برده ما صعدش، كايزر تشيفز صعد والاهلي افترس فعلا زي ما قلت لك، الاهلي افترس كايزر تشيفز في الاول والاخر. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي العشرة، وزي ما كتبت في الثمنيل العشرة ممكن كل جمهور الاهلي كان بيتمناها، وهو خد التاسعة السنة اللي فاتت والعشرة السنة دي وافترى، الاهلي داخل بيفتري في القارة. فزي ما قفشه قال جيل ابو تريكه وائل جمعه وحاضر يراجع تاني وشكل الكلام هيبقى صادق. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي على العشرة، وكل التوفيق في الايام المقبله. في الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد في مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، قول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك بالمستوى اللي انت شايفه الاهلي مع موسيماني، هل يقدر يعمل حاجه اكبر في كاس عالم الانديه؟ ممكن ياخد مثلا الميداليه فضيه او بياخد البطوله؟ قول لي رايك في الكومنتس، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، اول ما تشوف نعمل سبسكرايب في قناه فعل الجرس يجيلك الحلقات اول باول. تابعوني على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، نشط جدا عليهم، انزل تابعوني واعملوا فولو، واعمل مش على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.